كما العادة نحن هلا هون بأحد الأماكن الجميلة بإسكتلندا، وكما العادة بآخر الفيديو رح أعطيكم لمحة سريعة عن المكان وكيف ممكن تجوه. نحن بهذا الفيديو رح نستعرض الجمال، جمال الطبيعة اللي حوالين هذا المكان. مثل ما أنتم شايفين في القصر موجود وراي، هو لأحد اللوردات الإسكتلنديين القدامى. هذا القصر له تاريخ جميل. كمان في شغلة حلوة، هو بيفتحوا يمكن يوم أو يومين بالأسبوع كمقهى، فأي واحد ممكن يجي يأخذ له كاس شاي، فنجان قهوة، وبالمقابل ممكن يتفرج على القصر من جوا. كمان يمكن أنتوا عم تسمعوا صوت المي، صوت المي هيك ولا أحلى من هيك. الحلو بالموضوع نحن اليوم لما أجينا من غلاسكو كان الجو مشمس جدا جدا، ولكن لما وصلنا لهون مثل ما انتم شايفين يعني ضباب، بس جو حلو ورائع لا يقدر بثمن.
كمان هذا الجسر يعني هو فوق ما بعرف اذا فيني اسميه نهر او ما فيني اسميه نهر، ولكن هو مثل هيك ساقية صغيرة. شايفين يعني حتى المي ما بتبين من كتر ما الاشجار موجودين، يعني الكثافة الشجرية ما عم تخلي المي تبين. هو اجمالا الزوم بيفقد الصورة حلاوتها يعني، بس ليكن مثل ما انتم شايفين المي. حقيقة لكل واحد بيحب المشي هاي المنطقة ممتازة جدا. طبعا في ممرات كتير، ممكن مثلا من هاي الجهة تفوت لقلب الغابة المحيطة، وكمان تنزل لعند المي محل ما أرجيتكم، وكمان في إذا رحنا من هون ممكن إنه ننزل لتحت الجسر، الجسر اللي هلا كنا ماشيين من فوقه. طبعا تحت الجسر هو مكان ولا أروع، و بتحس يعني هيك بتشوف القناطر تبع الجسر، بتشوف مدى إدما، بتشوف شغلات كثيرة يعني حلو. ومثل ما شايفين الناس هون عم بيجوا عم بتمشوا. طبعا أهم شيء في هذا الموضوع لا تنسى إنك تنقي الحذاء الكويس، لانه هون البوت اللي انا لابسه هو ما خرج هيك مشوار بالمره. هاي سير وني هاوز جون لوفلي نايس بليس او اتس ا نايس بليس. كود اي اسك يو سمثينج بليز؟ شور. كود يو تيل مي اباوت ذس بيلدينج؟ ذس بيلدينج بيلونج تو ا ليدي اند جنتلمان، لورد اند ليدي اوبرتون. يا دي اون ذا استيت. اوكي. ذا ليفت تو ذا بيبل اوف دمباتون. يا this was left in Dumbarton, so they can't do any with this land. They can rent their place out, yeah, but they can't sell it because it belongs to the community of Dumbarton. Yeah, so they say they are, it's open for a tea. What the story about that one? That is, I think it's some sort of Christian group. Yeah, yeah. And what they do is, they live here, they've yeah. rented it, yeah, yeah, and they've been living here for a number of years now. Eh? Yeah. So what they do is, they open a little tea room, and if you want to, even yourselves, can go in and have a cup yeah, of tea. Yeah, it's open for a public offer. Yeah, yeah, yeah. Yeah, I'm actually record that one. Do you mind if I share that one in my YouTube channels? No, not at all. Thanks so much. What's your name, sir? Scotty. Scotty, nice to meet you, Scotty. You too, yeah. Yeah, thank you. Bye bye. See you later. Bye-bye. See you. Bye bye. كان هذا المستر سكوتي هو يعني حكى لي بالمختصر القصة تبع هذا القصر، واللي رح حاول انه انا ترجمه ان شاء الله بس خلص الجولة. مثل ما انتم شايفين رح حاول انزل شوي لهون، طبعا ما رح انزل كتير لانه مثل ما قلت لكم انا كانت غلطة انه ما نقيت البوط المناسب، بس رح نحاول نشوف المي من هون. تمام، كمان مع شوية زوم. شايفين؟ تمام. والجسر ليكو هنيك، بس مثل ما قلت لكم انا بسبب البوت اللي انا لابسه للاسف ما خرج انزل.
بس لحظة، أكيد رح أنزل، لأنه بدون النزلة المشوار كله ما بيفرق شي. تحت الجسر صح. طبعا انا قلت لكم انه انا ما فيني انزل لتحت الجسر بسبب البوط اللي انا لابسه، ولكن بعتقد الفيديو ما راح تكمل حلاوته اذا نحن ما نزل لهون لتحت. شايفين هذا واحد من الاطراف تبع الجسر، ما نكون شايفين. طبعا سبحان الله، هو كل انسان بحب شيء. انا بالنسبة لي صوت المي بالطبيعة، وخصوصا المي لما هيك يكون الخرير تبع المي والصدى اللي عم بيصير، يعني كذا صوت بتحسهم فايتين ببعض، ولا احلى من هيك. هذا هيك منظر عام، بعتقد هي احسن زاوية ممكن اخذ فيها الفيديو بشكل كامل لجسر، لانه بعدين الكثافة الشجرية او الاشجار والحراج ما راح تخلينا ناخذ اكثر. يعني طبعا هاي القنطرة اللي بتودي تحت الجسر هي عبارة عن، يمكن الجسر هو كله عبارة عن ثلاث قناطر، كل قنطرة من هذا الجنب، وقنطرة من الجنب الثاني، والقنطرة النصانية اللي هي فوق النهر او المجرى المائي. طبعا هذا اللي انتم شايفينه اكيد ما له مدفع، هاي فوهة لتصريف المياه من تحت الجسر. جمال النباتات المتسلقة، حاول امشي شوي لقدام، يمكن لقدام شوي في هي مجموعة صخور. طبعا ما في داعي احكي كل شوي عن الاعشاب والحلاوة ومجموعة الصخور و الى اخره، لانه فعلا ما في شيء ما فيني انا اوصفها بالشكل الملائم، ولكن بس حبيت ارجيكم كمان صوت المي من هون. يعني شايفين كيف صاير مثل الدرج، ماء زلال. طبعا انا فكرتي انه انا جيت لهون حاولت اني انا اخذ زاوية منيحة للجسر من تحت، لكن للأسف الكاميرا ما ممكن تغطي مثل العين. يعني شايفين هذا احسن مكان ممكن انا اخذ لك الجسر، من هنيك ببلش وجاي لهون، العمدان، قنطرة، هاي كمان هون يمكن احسن زاوية، احسن اخذ فيها هاي اللقطة. طبعا يعني لو الجو ما كان ضباب القصر كمان كان راح يبين، فعلا المنظر لا يوصف، بس للأسف في ضباب. فأنا اليوم لما طلعت من جلاسكو الصبح كان الجو يعني ممتاز، وكانت الشمس طالعة. هلا هون انا تحت الامطار، يمكن ما بعرف اذا الصدى عم يطلع ولا لا، بس شيء رائع.
يعني حتى والشمس طالعة لسه الضباب ما راح. وبشوف كون عند القصر. يمكن لاحظتوا نحن لما اجينا ما حسنا نصور المنظر بهذا النقاء بسبب الضباب، ولكن بالرجعة هي صورنا القصر من حوالي. طبعا في القصر هو مسموح للناس كلياتهم انه يجوا يزوروا، زيارة هي مجانية ما في اي رسم دخول او كذا. كان قبل فترة بفترة اللوك داون كان القصر مسكر، طبعا كان مسكر فقط للسيارات، كان ممكن انت تجي عن طريق المشي. مثل ما شفتوا في باركينج هون اللي نحن صفينا فيه، وكمان في باركينج تاني لقدام، هذا كمان راح اشوفكم اياه بعد شوي. حقيقة المشوار لا يعوض. Thank you.
وطنا وروج خوش بقريانا خزيان هيفي بيك باطنا وروج خوش بقريانا ام بجوك بون افين دار بون تشتي بريبون بون تشتي بريبون